الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم عن موضوع الـ Vector Valued Function. We shall define limits, derivatives and integral of Vector Valued Function. اليوم نتحدث عن موضوع المشتقة والغاية وتكامل الـ Vector Valued Function. بداية خلينا نعرف شنو هي الـ Vector Valued Function. خلينا نجي نباع على هذا الرسم. سابقا احنا كنا بنوصف الـ Vector هو عبارة عن كان يكون الفكتور بين الأوريجين وبوينت معينة أو يكون بين تو بوينتس بين نقطة P1 مثلا والنقطة P2 تكون الكوردينس أو الكومبوننت أوف الفكتور تكون عبارة عن شنو؟ عبارة عن نقطتين تحتوي على أحداثيات ثابتة اللي هي X قيمة معينة والواي قيمة معينة والZ قيمة معينة والأوريجين هاي واضحة عندي صفر بصفر بصفر أو كأن تكون نقطة البداية مو الأوريجين ممكن أنه تكون نقطة أخرى هذا بالنسبة للفكتر الاعتيادي بالثري دايمنشن. بالنسبة لموضوع الفكتر فاليوت فونكشن تستخدم للتعبير عن حركة الجزيئات بالثري دايمنشن أو التو دايمنشن وكذلك لتوصيف الكيرفات. هذا الكيرف عندي هسه إذا أريد أوصفه عن طريق الفكتر راح يكون نوجد انه عندنا باراميتر معين نسميه التي اللي هو التايم الزمن فراح تكون الكومبوننت بالنسبه للفكتور هي عباره عن فانكشن دوال بالنسبه باتجاه الاي داله وباتجاه الجي داله وباتجاه الكي داله شلون خلينا نوصف هذا الكيرب باستخدام الفكتورات مثلا بدايه الحركه هنا عندما تكون مثلا تي تساوي صفر كان يكون هذا الفكتور بعد مضي فترة من الزمن كان يكون مثلا تي تساوي واحد ثانية او واحد دقيقة حسب حركة الكير راح تكون شنو هنا راح يكون الفكتور هو الواصل بين الاوريجين وهذه النقطة بعد مضي فترة اخرى يكون الفكتور هو عبارة عن شنو عبارة عن الفكتور بين الاوريجين والنقطة هذه اذا استنتجنا انه لتوصيف هذا الفكتور راح تكون عبارة عن الـ P of T هو كل فكتور لحظيا مع الزمن راح تكون عندي نقطة النهاية مالته اللي هو شنو النقطة الواصلة بين الأوريجين ونقطة معينة هنا تختلف هنا تختلف هنا تختلف وفي كل نقطة من نقاط الكير راح تكون متغيرة حسب الزمن اذا البارامتر T هو المتغير وكل دالة كل component of vector راح يكون شنو عبارة عن دالة بالنسبة لهذا المتغير t راح يكون عندي ال x هو عبارة عن f of t component باتجاه ال i راح يكون عندي f of t دالة باتجاه ال i عبارة عن دالة بالنسبة للمتغير t وباتجاه ال j دالة بالنسبة لي ال t وباتجاه ال k ايضا دالة بالنسبة لي المتغير ال t هنا عندي الفكتور بالتو دايمنشن يساوي الx i زائد الy j هذا نسميه الفكتور الاعتيادي اللي اخذناه بالمحاضرات السابقه هنا عندك قيمه وهنا عندك قيمه مثلا 5 i زائد 3 j هذا تقدر توصفه اذا هذا هنا حدد لي نقطه معينه فكتور واحد ثابت مو متغير هنا راح يصير عندي الفكتور فاليو فانكشن راح تكون عندي r of t اللي هو رمز الفكتور فاليو فانكشن يساوي x of t in the direction of i زائد y of t in the direction of j صارت عندي هنا دالة بالنسبة للمتغير t باتجاه ال i وال y صارت عندي بدل ما كانت قيمة ثابتة معينة صارت عندي هنا شنو صارت عندي دالة متغيرة بالنسبة لل t تتغير بتغير ال t باتجاه ال j هذا نسميه الفكتور فاليوت كونكشن in two dimension وعندي بال three dimension الليمت للR of T للفكتور فاليو فانكشن عندما T تقترب من ال A راح شو يساوي لي؟ يساوي لي الليمت للX of T عندما T تقترب من ال A in the direction of I زائد الليمت للY of T عندما T تقترب من ال A in the direction of J طبعا ال A هو اللي يحدد لك يا بالسؤال أو الزمن اللي تريد تحسب عنده الليمت المشتقة أيضا راح تكون عندي مشتقة الفكتور فاليو فانكشن تساوي مشتقة الكومبوننت باتجاه الاي زائد مشتقة الكومبوننت باتجاه
الجي. فصالح عندي هنا x داش اوف تي باتجاه الاي زائد y داش اوف تي باتجاه الجي. بالنسبة للتكامل ايضا راح تكامل الفكتور فاليو فانكشن بالنسبة للمتغير التي راح تكون تكامل الx اوف تي بالنسبة للتي باتجاه الاي زائد تكامل y اوف تي باتجاه الجي بالنسبة للتي، والتكامل محدد نفس الشيء. بالثري دايمنشن ايضا عندي الفكتور هو عبارة عن xi زائد yj زائد zk. هذا كفكتور راح تكون القيمة هنا ثابتة، x يساوي كذا والy يساوي كذا قيمة والz يساوي كذا قيمة، اي عدد ممكن. الفكتور فاليو فانكشن بالثري دايمنشن راح يصير عندي x of t in the direction of i plus y of t in the direction of j plus z of t in the direction of k. الليمت للفكتور فاليو فانكشن راح يصير عندي عندما t تقترب من ال a، راح يصير عندي ليمت للx of t عندما t تقترب من ال a in the direction of i زائد الليمت للy of t عندما t تقترب من ال a in the direction of j زائد الليمت z of t عندما t تقترب من ال a باتجاه ال k. ال r dash of t اللي هي مشتقة الفكتور فاليو فانكشن تساوي ان x dash of t باتجاه ال i زائد الy dash of t باتجاه ال j زائد الz dash of t باتجاه ال k. التكامل محدد ايضا تكامل x of t بالنسبة لمتغير t زائد التكامل y of t dt زائد تكامل z of t dt، والتكامل محدد نفس الشيء. هسه هنا عندنا مثال net r of t اللي هو vector value function تساوي ان t تربيع ال i زائدا e to t باتجاه j ناقصا 2 cosine by t باتجاه ال k. find limit ال r of t عندما t تقترب من الصفر، ومشتقة الفكتور فاليو فانكشن عندما t تساوي واحد، وتكامل الفكتور فاليو فانكشن من الصفر الى الواحد، تكامل محدد. نجي نحل هذا السؤال. الليمت عندما t تقترب من الصفر للفكتور فاليو فانكشن اللي هي هذه t تربيع ال i زائدا e to t j ناقص 2 كوساين باي t k. نجي نعوض عن كل تي بقيمة العدد اللي تقترب من عنده تي، وهنا عندنا بهذا السؤال عندنا صفر، فهنا تعوض بالصفر صارت عندي صفر بدل التي صفرت هذه القيمة، إذا باتجاه الآي راح تكون عندي الكومبوننت صفر زاد الإي أوس صفر، كل كمية أوسها صفر تساوي واحد، إذا صار عندي هذه القيمة واحد، صارت عندي جي ناقص كوساين 2 كوساين الباي تي باتجاه الكي، عوض عن التي بالصفر صارت عندي صفر، اضربها بالباي صارت عندي صفر، اذا كوساين الصفر يساوي واحد، هذه القيمة واحد، مضربها في اثنين صارت اثنين كي، والاشارة سالبة، اذا عندي صارت ناقص اثنين كي. اذا الليمت للار اوف تي ليمت الفكتور فاليو فانكشن عندما تي تقترب من الصفر راح شو يساوي؟ يساوي للجي الجي ناقص اثنين كي. المطلب الثاني يريد مشتقة الفكتور فاليو فانكشن عندما تي تساوي واحد. اولا نوجد الفكتور فاليو فانكشن المشتقة مالتها بصورة عامة وبعدها نعوض عن قيمة التي تساوي واحد. خلينا نجي نشتق. نشتق اشتقاق اعتيادي. هنا انا عندي شنو؟ عندي الفكتور فاليو فانكشن تساوي ان تي تربيع اي زائد ال اي تو تي جي ناقص 2 كوساين باي تي باتجاه الكي. هذا من اشتقها؟ قلنا كل مركبة نشتقها على حدة بالنسبة للمتغير التي. هذا من اشتقها؟ راح يصير عندي 2 تي اي. اذا صارت عندي 2 تي اي، هذه اشتق الاس مالتها فصارت عندي مشتقتها واحد، اذا هذا هنا موجود واحد، راح يصير عندي اي اس تي باتجاه الجي زاد. هذا نجي نشتقها. اولا نشتق الدالة المثلثية ثم نشتق الزاوية. بالنسبة للدالة المثلثية مشتقة الكوساين هي سالب ساين، عندي سالب ساين وهذه الإشارة سالبة صارت موجبة، إذا زائد صارت، وهنا صار الكوساين تكامل مالته شنو؟ السالب ساين، السالب طلعت برا حولت للإشارة والساين هذا موجود، وأجي أشتق بعدها شنو؟ الدالة عفوا الزاوية، الزاوية هي باي
تي مشتقتها شنو بالنسبة للمتغير تي؟ مشتقتها باي. إذن هذه الباي صارت عندي زائد 2 باي ساين الباي تي باتجاه الكي. هذه مشتقة بصورة عامة. احنا ايش رايدين بالسؤال؟ رايدين المشتقة الفكتور فاليوت فنكشن عندما تي تساوي 1. إذن الار داش اوف 1 راح تساوي لنا نعوض عن كل تي بالعدد اللي احنا نريد نحسب المشتقة عنده. فاحنا رايدين عند عند العدد يساوي 1، الزمن يساوي هنا 1، راح تصير عندي 2 في 1 بالنسبة لـ i، صارت عندي 2 i زائد اي اوس تي عوض عنها بواحد راح تصير عندي اكسبونيشن باتجاه الجي زائد عوض عن التي بواحد راح تصير عندي باي، هذا واحد مضروب بالباي باي، اذا صارت عندي ساين الباي 2 باي ساين الباي، ساين الباي يساوي صفر، اذا هذه الكمية هنا عندي صفرت كلها. المطلب الثالث هو التكامل المحدد من الصفر الى الواحد بالنسبة للفكتور فاليوت فانكشن. نجي نكامل بالطرق الاعتيادية. عندي تي تربيع باتجاه الاي راح يصير عندي تي تكعيب على 3 على الاس الجديد، نضيف الاس 1 ونقسم على الاس الجديد، صارت عندي تي تكعيب على 3 باتجاه الاي زائد هذه لازم شنو متوفرة مشتقتها امامها حتى شنو حتى نكاملها مباشر. فهنا المشتقة متوفرة امامها، اذا كان مباشر اللي هو تكون نفس هذه، صارت عندي اي اوس تي باتجاه الجي، اي اوس تي باتجاه الجي تكامل من الصفر الى الواحد. زين بالنسبة للدائرة المثلثة راح شو نسوي؟ نوفر مشتقة الزاوية، نوفر مشتقة الزاوية ثم نكامل. مشتقة الزاوية عبارة عن شنو؟ عبارة عن باي مثل ما استنتجناها من سالفة المشتقة. فهنا صارت عندي نحتاج إلى باي حتى أوفر المشتقة، راح أجيب من يمي باي على باي. باي هنا لتوفير المشتقة راح تروح عند وجه التكامل، و بقيت عندي واحد على باي، واحد على باي أجيبها أخليها ويا اثنين أضربها، صارت عندي اثنين على باي ساين الباي تي من الصفر للواحد، تكامل من الصفر الواحد. هسه بعد نجي نعوض عن الصفر والواحد قيم الباوندريز، فصارت عندي واحد على ثلاثة باتجاه الاي زائد اي ناقص واحد باتجاه الجي، هذا القيمة هنا صفرت عندي لان التعويض عندي انا من الصفر للواحد. فمن اجي اعوض التي بصفر صارت عندي ساين الصفر، ساين الصفر يساوي صفر، اذا هذه القيمة صفرت. عند التعويض بالواحد ايضا راح يصير عندي ساين الباي، وساين الباي لان واحد في الباي باي، ساين الباي جيت صفر، اذا هذه القيمة ايضا صفرت، فبالحالتين راح صفر عندي. بقت عندي قيمة التكامل الفكتور فاليوت فانكشن المعطى بالسؤال من الصفر للواحد يساوي لنا واحد على ثلاثة اي زائد اكسبونيشن ناقص واحد باتجاه الجي. هنا عندي مثال يقول find the limits of f of t يساوي cosine t in the direction of i زائد sin t in the direction of j زائد t k as approach to باي اوفر 4. يجي لك اوجد الليمت لهذه الفكتور فاليوت فانكشن اللي هي كوساين تي اي زائد ساين تي جي زائد تي كي عندما التي تقترب من الباي على 4. نقول الفي تساوي لنا ليمت الاف اوف تي عندما تي تقترب من الباي على 4 وتساوي ليمت الكوساين تي عندما تي تقترب من الباي على 4 ذا دايركشن اوف اي زائد الليمت للساين تي عندما تي تقترب من باي على 4 ذا دايركشن اوف جي زائد الليمت للتي عندما تي تقترب من باي على 4 ذا دايركشن اوف كي. فصارت عندي الفي شو يساوي لنا؟ هنا كوساين عوض عن قيمة كل تي بالباي على 4، فصارت عندي هنا صارت عندي كوساين الباي على 4 زائد ساين الباي على 4 زائد الباي على 4. إذا صارت عندي الفي تساوي 1 على جذر 2 الآي زائد